تدريبات على الضمائر، عندنا ضمائر الغائب ماشي، تاني هو وهي وهم وهن وهما للمثنى، للإيه؟ للمثنى ماشي. لما أقول لك تلميذ نكتب إيه؟ نختار إيه؟ هو تلميذ ولا هي تلميذ؟ هو تلميذ. طب لو قلت تلميذة تبقى هي تلميذة. لو قلت تلاميذ ماما عارفين يكتبوا هنا كده الإجابة ماشي، تكتب هنا. طب تلاميذ هم تلاميذ. طب لو قلت تلميذان ها؟ لا هما ماشي اهي، عشان تفتكرها في البيت تحتيها هما، انا واخده بالي ماشي. هما تلميذان، هما ايه؟ تلميذان. طب تلاميذ تاني؟ هم تلاميذ. هم ايه يا عبد الرحمن؟ هم تلاميذ ماشي. طب لو قلت تلميذات هن، برافو عليك، ايه الجمال ده؟ هن تلميذات، هن ايه؟ تلميذات. طيب هنا ضمائر المخاطب الايه؟ مين هيقول ضمائر المخاطب ايه؟ أنت أنتي أنتم أنتن وأنتم ماشي. حفظ تحفظهم في البيت ماشي. هديكم أمثلة تاني، مهندس ها نختار ايه؟ أنت مهندس. مهندسة أنت مهندسة، تعملوا الايه الكسرة اللي تحت دي. طيب مهندسون أنتم ماشي عبد الرحمن، وصلتها لك اهو عشان تكتبها هنا كده على الخط ده، تكتب كده كلمة أنتم مهندسون. طب لو قلت مهندسات أنتما مهندسات أي مفضل، شاطر، اسمه ايه؟ أنتن جميل يا بابا، برافو عليك. أنتن مهندسات، تاء التأنيث دي. طيب لو قلت مهندسان اتنين، أنتما ايه يا رحمة؟ أنتما ايوه، بتجيها كده أنتما هي، هتكتبها هنا كده أنتما مهندسان ماشي. ضمائر المتكلم الايه؟ المتكلم. عندنا اتنين بس، ايه وايه؟ انا للمفرد بنوعيه سواء مذكر او مؤنث، ونحن للجمع بنوعيه يعني مذكر وايه مؤنث. معلمة أنا، ننفع نقول نحن معلمة؟ لا أنا معلمة. طب لو قلت أنا إيه برضو؟ معلم أنا معلم طب قلت معلمون؟ نحن معلمون. ولو قلت برضو إيه؟ معلمات، نحن معلمات ماشي يا بابا بتوعه، ماشي يا رحمة، تحفظوا الحاجات دي وتذاكروها كويس جدا ماشي. يبقى دي ايه؟ مراجعة كده سريعة على الايه؟ الضمائر. طيب ناخد اسماء الاشارة، اسماء الاشارة، هذا هذه هؤلاء وهذان وهاتان ماشي. ولد، من الشاطر يقول هذا ولد، بنت هذه بنت،
برضو قلت معلم. هذا معلم. لو قلت أمي هذه أمي. لو قلت أبي هذا أبي. لو قلت معلمتان اتنين هاتان. هزن ينفع هزن؟ لا هاتان. ماشي مؤنث مثنى هاتان. ماشي. طب لو قلت طلاب من الشطر لا يقول هؤلاء ايه طلاب. هؤلاء ايه طلاب. هؤلاء طلاب. لو قلت طالبتان هاتان طالبتان. لو قلت طالبان هذان طالبان. برافو. لو قلت طالبة هذه طالبة مثلا مجتهدة أي حاجة. طالبان ماهران طالبان نشيطان. طالبتان نشيطتان. طلاب نشيطون. ماشي. بس أنا جايبة لك إيه أول كلمة بس عشان تبقى خفيفة بالنسبة لك. ماشي. طالب طلاب. حطي اسم إشارة. هذا طالب ولا هذه طالب؟ هذا طالب. لو قلت طالبة هذه طالبة. لو قلت أطفال هؤلاء إيه؟ أطفال. لو قلت بنات لو قلت إيه؟ بنات. هؤلاء إيه؟ بنات. طب لو قلت بنتان بنتان تبقى إيه؟ هاتان بنتان. لو قلت ولدان خدنا ولدان؟ هذان ولدان. ماشي. ولدان تبقى هذان ايه ولدان ماهران مثلا. ماشي. بنتان جميلتان. ماشي. طب بص الجايه دي اشجار. من الشاطر اللي يقول دي هذه اشجار. هذه ايه يبقى الحاجه الوحيده. بصوا هذه للجمع. ايه ده للجمع. بس لغير العاقل غير الايه يعني حاجه ما بتتكلمش ما بتنطقش. ماشي. ما تاكلش ما تش. برافو. ترابيزه يا باب. ناخد واحده تانية. زهور. حطي هنا هذه ايه هذه زهور. طب لو قلت عمال هؤلاء عمال. برافو عليكم. ماشي.